اهلا اهلا، الاسم الكريم لو سمحت. اسمي الحبيب الصفاقسي. منين؟ انا من تونس. شو راح تقدم لنا هلا الحين؟ يعني معناها اليوم اللي نقدم لكم هذا الوحدة اللي عليها في صفاقس المدرسة، هذه اللي كنت تبرش عليها في تزخمي عليها في هذه القرصات والسلسسيون تاع الحاجات هذه كلها ضربات عليها في هذا في الصفوف. ما فهمنا الشيء الحقيقة، بس تفضل يلا. معليش. ميرسي. لاحظوا فمتو. ولا تأثر. ولا وده يدق القبة. ولا تأثر. نحط اليد هنا كيف وهذا المسمار يقول عليها دقوا بكلبي. يا ويلي. لا واضح. لا فمت منكاش تأثر. حبيبي شو عم تعمل؟ ما عندك شيء تاني تقدمه؟ فهمت. قولوله مش بقول فيك في هذه الأصوات الحيوانات اللي تقلدها في أنا صغير المدرسة. قولولكم كيف هذا واضح. ما فهمنا الشيء الحقيقة، بس تفضل يلا. معليش. نقول بداية صوت العصفور. يخرب ذوقك. ممكن الآن تبيض هي. تبيضة. موحة رائعة تنطلق فيها الكرة الأرضية كلها. الله 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 الله. شو هذا؟ يعني أنا شو بدي لك؟ إذا هني قالوا إيه أنا رح أقول لا، لأنه اللي قدمته ما في شيء يعني عنف. ما بصراحة العنف أنا ما علي. عطول هيك أنت، عطول هيك. مش معقول نجوى إنه عنف كتير. ممكن نعطيه فرصة خلينا نشوفه بالتصفية. نعم. اثنين. نعم اثنين. نعم. الله يوفقك.